السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم فيديو مميز ديال المملحات لعشاق المملحات بمناسبه عاشوراء. غادي نقدم لكم سبعه الاشكال من عجين واحد اللي كيجي رائع جدا، فكنتمنىكم تشاهدوا الفيديو للاخر وفرجه ممتعه. المقادير فغادي نحتاجو الزبده اللي خاصه بالحلويات. انا غنستعمل زبده ايديال حيت بزاف الناس كيسولوني هكا في التعليق شنو كنستعمل. انا في هذه الوصفه غادي غنستعمل زبده ايديال، راه متوفره في المحلات التجاريه، الثمن ديالها ما كيتعداش 8 دراهم و راه مسموحه خاليه من الجلوتين. ايضا غنستعمل هنايا دانون طبيعي ديال الجوده، راه مسموح، هذا حتى هو سون غلوتين يعني بدون سكر. غنستعمل واحد جوج ملاعق ديال المطارد او الخردل كما كتلاحظوا. لا مارك بيكارو راه مسموحه، كاين اللي غتلقاو عليها العلامه، كاين اللي ما غتلقاوش عليها العلامه، كما قلت لكم على حسب لومبالاج. دابا خرج لومبالاج جديد راه كله كيحمل العلامه سون غلوتين. عندنا هنايا كاس ديال الحليب، طبعا الحليب خصو يكون بدرجه حراره المطبخ. عندنا هنايا كاس الا ربع من الزيت النباتي، كيس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام، عندنا ملعقه صغيره ديال السكر، 6 قطع ديال الجبن المثلث بالنسبه للباشكيري راه مسموحه، وغنحتاج ايضا بودره الثوم وبودره البصل. انا كناخذ هاد لا مارك ديال اس او اس غلوتين. بالنسبه لبودره الثوم وبودره البصل راه متوفره في محل طيبه دايت اللي بغاهم، كاينين مجموعه ديال الانواع ديال العطريات. اللي بغاهم ان شاء الله يتواصل مع الصفحه ديال طيبه دايت. وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال القزبر اليابس كما كتلاحظوا، حتى هي غادي نستعملوها في هاد العجين. وعندي هنايا الدقيق الخالي من الجلوتين، دائما كنستعمل نوعيه شار ميكس بي. انا غنستعمل الدقيق على حسب الخليط. اول مرحله كناخذوا واحد البول فين غادي نخدمو، واول حاجه غادي ناخذوا الزبده ديالنا لكم 250 غرام ديال الزبده، غادي نحاولوا نخدموها شويه باليد ديالنا. كما كتلاحظوا كتكون درجه حراره المطبخ باش كيسهل عليكم يعني تخدموها باليد ديالكم. فهنايا غادي نضيفوا ليها كاس الا ربع ديال زيت، غادي نضيفو كمية ديال السكر، غادي نضيفو ملعقتين ديال المطارد، وغادي نضيفو هداك الدانون طبيعي، وغادي نضيفو دوك المثلثات ديال الجبن، نضيفو القزبر اليابس، ونصف ملعقة ديال بودرة البصل، ونصف ملعقة ديال بودرة الثوم. نحاولو نضيفو قليل ديال الملح ايضا ما نكتروش. وهنايا غادي نخدمو بالمكونات فقط باليدين ديالنا. بعد ما خدمنا هاد الخليط مزيان، غادي نضيفو ما يعادل 150 ملل ديال الحليب، واحد الكاس صغير ممتلئ كما قلت لكم يكون بدرجه حراره المطبخ، ونحاولوا ندخلوا هذا الحليب في الخليط تيولي عندنا واحد الخليط اللي هو منسجم. هنايا بعد ما خلطت المكونات جيدا، فهنايا غادي نضيف كيس ديال خميره الحلويات، وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، وغنحاول نخدم هذه العجينه هذه حتى غنحصل على واحد العجين اللي يكون متجانس في نص الوقت ما يكونش قاسي بزاف. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، كما كتلاحظوا كيدخل لنا الاصبع ديالنا بسهوله، في نص الوقت ما كتكونش العجينه قاسحه بزاف وما كتكونش رطبه بزاف. ناخذ العجينه ديالي
نحاول نقسمها لستة ديال الأجزاء. لاحظوا بعد ما قسمنا العجين ديالنا لستة الأجزاء، ناخذوا الجزء الأول هذا نحطهم على جنب. أول جزء غادي نديرو فيه الجبن، كمية ديال الجبن أنا كيما لاحظتو خليتها غليظة باش يجي ديك النكهة ديال الجبن تجي باينة. نحاولو نديروها من بعد فواحد البلاستيك. نخليوها جانبا. من بعد غناخدو واحد الكويره اخرى، وهذه غادي ندير فيها توابل ديال الشاورما ديال الدجاج. تقدروا ديروا توابل السمك، توابل اللحم. انا عندي هنايا الشاورما ديال الدجاج هي اللي غادي نستعمل، هي واحد الملعقه. يعني الشق الثالث من العجين، وشنو غادي نضيفو ليه؟ اولا هنا غادي نرشو على سطح العمل، ترشوش بزاف ديال الدقيق. غادي نضيف ليه هنايا معلقه ديال التحميره، وغادي نضيف نصف ملعقه ديال الصلصه الحاره نوعية بيكاروم اللي كنستعمل. نحاول ندخل المكونات، بلاستيك باش متنشفش معانا. ناخدو هاد العجينة هادي الرابعة، دائما نرشو قليل من الدقيق، وهذه غنديرو فيها الزعتر واحد الكميه كما كتلاحظوا انا خليته هكا باين. بالنسبه للعجين الخامس هنا كيبقى اختياري، غادي نضيف ليه المعجون ديال الزيتون الاسود. نزيد واحد الكميه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا العجين. بالنسبه للعجينه الاخيره فخليتها كما هي، ما درت عليها حتى نكهه. كيكونوا هادو هما الانواع اللي درنا، ونبداو ان شاء الله بالتشكيل ديالو. هنايا غناخذ واحد الورق ديال المطبخ بحال القطعه. اول عجينه غنبداو بها هي هادي، وهنا نحاولوا نرقوها، ولكن عاوتاني منرقوهاش بزاف. غنحاول هنا نحيد الزوائد، نحاول هنا نقسم الزينة لجوج ونديرهم دي باطوني.
كنخليوه يسخن واحد المده ديال ربع ساعه يعني من الفوق لتحت. ومن بعد فاش كندخلوهم راه كنديروا النار فقط من الاسفل وكنديروها على النار 160 درجه باش كنخليوهم الوقت فين يطيبوا لينا كيبقاو لينا مقرمشين. بالنسبه للمملحه الثانيه كيفاش غادي نشكلوها، فكناخذوا هذيك ديال الزعتر هذو ايضا كنلقاوها، كنحاولوا نزعوا دوك الزوائد. طبعا الزوائد ديال العجين راه ما كنضيعوهمش، نعاودو نخدموهم هنايا غادي نحاولو نديرو قشرتها. هنايا بعد ما شكلنا العجين ديالنا فعندي هنايا ابيض البيض، نضيفو قليل من الجبن المبشور، عندي هنايا البافو او البودور ديال الخشخاش نحاول حتى نزين بها. ومن بعد غادي ندخلهم الفرن المسخن كما قلت لكم، النار تكون مهيله باش يطيبوا على خاطرهم، النار فقط من الاسفل حتى كينضجوا لينا، ومن بعد كنحمروهم من الاعلى. من بعد فاش كيطيبوا راه كيتزولوا لكم بسهوله. بالنسبة للشكل الثالث غناخذ هذاك اللي درت فيه الجبن الاحمر، حاولت نطلقو. هنايا كناخذو هكا واحد الغلاقه ديال واحد القنينه وكنحاولوا نديرو هنايا اشكال. البياض ديال البيض كندير كمية بكمية باش مينشفوش ليا. ناخد البودور ديال القرع نحاول نثبتو. ندخل هادو الفرن دائما كما كنقول لكم فرن مسخن والنار كتكون مهيله فقط من الاسفل حتى كينتجوا لينا مزيان، عاد كنديروهم من الفوق يتحمر. هنا غناخذ العجين الرابع اللي كنا درنا فيه التوابل ديال الشاورما، نحاولوا ايضا نطلقوه. هنايا غنحاولوا نشكلوا واحد المستطيلات، نحاولوا ندهنوا هنايا الوجه بالبياض ديال البيض. وهنايا عندي القليل من السمسم الابيض او الجنجل الابيض، نحاولوا نرشوا من الفوق البافو. وصافي غندخلهم حتى هما الفرن بنفس الطريقه اللي طيبنا بهم المملحات الاخرين. هنا غنمروا للشكل ديال اللي فيه الزيتون، انا رشيت سطح العمل الدقيق. هنا كنحاولو نشكلو واحد الأشرطة، هنا كنشكلو على شكل ميني كرواسون. وهنايا كناخذوا الشكل الاخير اللي ما درناش فيه حتى نكهه، ومن بعد غادي نحاولوا نديروه على شكل دي بابيون. تما نوريكم الطريقه، غادي نديروا هنايا اشرطه ومن بعد نقطعوهم على شكل مستطيلات، ومن بعد كناخذوا يعني باليد ديالنا كنقرصوهم من الوسط وكيعطيونا هذا الشكل ديال لي بابيون. وفي الوسط ديال كل وحده غادي ندهن القليل من بياض البيض وغادي ندير حبه من ذريعه القرع. و
وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو اللي درنا ديال المملحات. كيجي الشكل ديالهم راقي وجميل، وكل مملحه كتنسيك في الاخرى، لان كل وحده درناها بنكهه مميزه. لي ميني كرواسون اللي درنا بالزيتون الاسود، وهنايا اللي درناهم بالجبن المفروم، ورشينا عليهم هكا البافو والقليل من الجنجلان. وايضا بالنسبه لواحد الزوائد ديال العجين اللي بقاو لينا ديال الجبن، فانا حاولت هكا نزيد عليهم القليل من بودره الحار، ودرتهم هكا في قيقسات اللي هما صغار بهذا الحجم هذا. وعندنا هذا العجين هذه ايضا اللي درناها بالنكهه ديال الشاورما، كتجي رائعه جدا حتى هي. يمكن تستعملوا النكهات اللي بغيتوا، انا هنا فقط عطيتكم واحد الافكار. وهنايا العجين ايضا اللي درنا في الوسط ديالو كان الجبن، كيجي رائع جدا. وهذوك لي باطوني اللي درنا بالحار وبالتحميره حتى هما كيجيو رائعين جدا بالنسبه لمحبي الحار. والشكل الاخير اللي درنا ديال لي بابيون ايضا كيجي رائع جدا. راه هاد القريشلات هادو المالحين كيجيو كلهم قرمشين، تحتفظوا بهم في واحد العلبه محكمه الاغلاق وكيدوموا معكم واحد المده. نتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبكم هاد التنوع في الوصفات. كنضرب لكم موعد اخر في فيديو خالي من الجلوتين، وصفات دائما خاليه من الجلوتين. ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. اترككم في امان الله، الى اللقاء.